السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير. اليوم جبت لكم واحد الوصفه رائعه جدا لتساقط الشعر وبالنسبه للمشاكل ديال الشعر كلها، القشره، البنات اللي ما كيطوالش ليهم شعرهم، اللي عندهم مشاكل ديال الشعر مع الحمل والولاده والرضاعه، وهذا كيكون كيطيح لنا الشعر حنايا العيالات. هذه وصفه فعاله جدا، هي اللي جربت لشعري، كنحتاجوا هاد الاعشاب هادو. كنحمشو عند العطار 2 دراهم من الحاجه والمعلقه كبيره هكاك، كنجيبوهم كنسخنوهم شويه. هذا كنحتاجوا اليزير، الزعتر، الريحان، عندنا فليو، وعندنا الخزامه، عندنا السانوج، انا هنا كان عندي مطحون درتو مطحون، عندنا القرنفل، عندنا حبة رشاد، الحرمل، ومعلقة صغيرة ديال السودانية. فهاد السودانية هي دابا راه زوينة، ولو كيدخلوها في الزيوت ديال الشعر كتحفز النمو ديال البصيلات اللي كيكونوا عندنا عاكزين، فهي كتحفزهم على النمو، زوينه وكتسخن لينا الفروه ديال الشعر، كتحيد القشره. غنحتاجوا السكنجبير خطري، كنحتاجوا واحد الراس ديال البصله حمراء، ضروري حمراء، نحتاجوا الثومه حتى هي حمراء، نحتاجوا لك حزمه، غنحتاجوا الفلفله خضراء، هي رائعه جدا للشعر كتعطي واحد الرطوبه. نحتاجوا الكاس كبير ديال زيت العود، ديال الزيت الروميه، هذه من الاحسن تكون ديال الذره. ونحتاجوا الكاس صغير ديال زيت الزيتون. فكناخذوا هذوك الاعشاب اللي ناشفين، انت الزيازير والزعتر، وهذا الاعشاب اللي ناشفين، نطحنوهم بوحدهم في الطحانه باش نديرهم في الزيت، وهادو ديال السكنجبير والبصله وهادو غنطحنوهم بوحدهم في الخلاط الكهربائي مع هذاك الكاس ديال زيت الزيتون، ضروري نطحنو هادو بوحدهم. عاد باش غنخلطوهم وباش ندوزو نديروهم في حمام مائي، غنديروهم واحد المده ديال ساعتين هكاك على نار مهيله حتى كيطلق لينا هذاك الزيت. بالنسبه لهاد الحمام المائي كيخلينا نستغناو على اننا نستناو الزيت باش يوجد لينا لواحد 15 يوم في مكان مظلم، وهذا هادي الحمام المائي كيوجد لينا الزيت في واحد المده ديال ساعتين ولا ثلاثه على نار مهيله البنات، وياك ديروا العافيه مجهده باش ما تحرقش لينا هذاك الزيت. فهاد الزيت البنات راه هو بحال زيت جدايل، بالنسبه للبنات اللي كيعرفوا زيت ديال الجدايل، انا جربت زيت جدايل وجربت هذا، فهذا احسن بكثير من الزيت ديال الجدايل. فالزيت ديال الجدايل كيديروا مقوي بوحدو، كيديروا المطول بوحدو، فهادو بجوجهم كيعطيونا نفس النتيجه، يعني كيعطيونا كيطولوا الشعر وكيقويوه. كندوزو دابا هما الاعشاب بعد ما طحنتهم دوك ناشفين باش كيجيو، وهذاك الفلفله والبصله والثومه هما طحنتهم في الخلاط الكهربائي، هما كيفاش كيجيو، ضروري اننا نطحنوهم بوحدهم. عاد باش نديروهم مع الاعشاب الاخرين، كنديروا دوك الاعشاب في كاسرونه اللي غنديروا في الحمام المائي، غنزيدو عليهم هذاك الزيت الروميه، وعاد غنزيدو هذاك الخليط ديال الفلفله والبصله والثومه والزيت الزيتون، وغنديروهم في حمام مائي. وغادي نرجعو غنخليهم يباتوا حتى الغد، يباتوا حتى يبردوا لينا مزيان وتلقوا لينا مزيان حتى الغد ليه. عاد غادي نديروهم في شي ليبه وغادي نديروهم يتسقطروا مزيان،
غيبقى لينا غير هذاك الزيت خضر وكيجي داك الزيت زوين والريحه ديالو راه ما خايباش البنات، جربوها على حسابي. غتبقاو تشقوا به شعركم في الليل والغد تمشيو للحمام، ولا ديروه في الصباح وفي العشيه تمشيو للحمام. فهاد الزيت البنات كنصحكم به راه عن تجريب. اول البنات الزيت بعد ما وجد لينا صفيتو درته في القرعه. بالنسبه للبنات اللي بغاو ياخذوا واحد جوج معالق من هذوك الاعشاب اللي فاش كنصفيوهم ونزيدوهم عليهم، الا خليناهم بزاف مع كيجي هو كثير وكيتنفخوا دوك الاعشاب مع ديك البصله ودوك الفلفله وداك الشيء. هذا هو الشكل ديال الزيت البنات. كنتمنى انني نفيدكم، كنتمنى الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم.